وبشر المؤمنين. وبشر المؤمنين. نعم يا محبي الحسين، أتمنى من الأخوة والأخوات الذين يبعثون برسائل إلى صفحتنا على الفيسبوك صباحات ولائية أن يسجلوا هذا المقطع، لأن هذا المقطع يقول عنه الإمام الصادق عليه السلام: عليك أن تقرأه، عليك أن تردده في صلاة الليل وأنت ساجد. قال الإمام الصادق عليه السلام: كنت جالسا عند أبي الباقر عليه السلام وعنده رجل قد سقطت إحدى يديه من فال جنبه، أي إنه مصاب بالشلل، وهو يطلب إلى أبي أن يدعو له دعوة، وذكر له أيضا أن به حصات لا يقدر على البول إلا بشدة أجلكم الله، وهذه الحصوات في الكلى تشعرني بالألم الشديد، لا أستطيع أجلكم الله أن أتبول إلا بشدة، فماذا أفعل؟ فقال الإمام الباقر عليه السلام: قل هذا الدعاء حين تصلي الليل وأنت ساجد، يعني أصلي صلاة الليل وبعد الانتهاء من صلاة الليل وأنا ساجد أقرأ هذا الدعاء. هذا الدعاء كما عبر عنه الإمام الصادق عليه السلام نافع لجميع العلل والأمراض. أنا إن شاء الله سأقرأه لكم يعني بهدوء كي تستطيع أن تردده إن شاء الله بعد صلاة الليل، وينتهي هذا المرض بعد أيام كما جاء في ضمان الإمام الباقر عليه السلام والصادق عليه السلام. فقال الباقر عليه السلام: قل هذا الدعاء حين تصلي الليل وأنت ساجد. الدعاء هو: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم إني أدعوك دعاء العليل الذليل الفقير، أدعوك دعاء من قد اشتدت فاقته وقلت حيلته وضعف عمله من الخطيئة والبلاء، دعاء مكروب إن لم تداركه هلك، وإن لم تستنقذه فلا حيلة له، فلا تحط بي يا سيدي ومولاي وإلهي مكرك، ولا تثبت علي غضبك، ولا تضطرني إلى اليأس من روحك والقنوط من رحمتك وطول الصبر على الأذى. اللهم لا طاقة لي على بلائك، ولا غناء بي عن رحمتك وروحك، وهذا ابن نبيك وحبيبك صلواتك عليه، به أتوجه إليك، فإنك جعلته مفزعا للخائف، واستودعته علم ما كان وما هو كائن، فاكشف ضري وخلصني من هذه البلية إلى ما عوثتني من عافيتك ورحمتك، انقطع الرجاء إلا منك يا الله يا الله يا الله، كما يقول الإمام الصادق عليه السلام. فانصرف الرجل ثم أتى إلى أبي الباقر عليه السلام بعد أيام، وذهب ما به من فالج، أي أن الشلل النصفي قد اختفى، رجعت يده سالمة، وكذلك تخلص من الحصوات التي في كلاه. من هو الذي كان يدعو به الرجل في الدعاء؟ قال: اللهم إن هذا ابن نبيك وحبيبك صلواتك عليه. كان إمام زمانه الإمام الباقر عليه السلام، أما الآن فإمام زماننا الإمام الحجة عليه السلام. فأنا أقول بهذه النية، أي أنني أضع نية الدعاء والتوجه والتوسل بصاحب الزمان، فعندما أقول اللهم وهذا ابن نبيك وحبيبك صلواتك عليه به أتوجه إليك، فأنا أقصد الإمام المهدي المنتظر عليه السلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفينا جميعا من جميع الأمراض والعلل، ويمكنكم إن شاء الله تعالى أن تستخدموا هذا الدعاء الذي ضمن الإمام الباقر عليه السلام أن تشافى به العلل قريبا وسريعا.